طيب، وزارة الطيران المدني المصرية خصصت صالة في مطار القاهرة لاستقبال الجماهير التي ستحضر إلى مصر متابعة بطولة كأس الأمم الأفريقية. وزارة الطيران قالت إن احنا هنعمل صالة مخصصة هيكون فيها مجسم لتميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية توت، بجانب مجسم لملعب كرة القدم، مع افساح مجال لالتقاط الصور التذكارية من جانب الجماهير والوفود والمنتخبات اللي موجودة في المطار مع شعار البطولة. وزارة الطيران أعلنت بحسب بيان رسمي صادر عنها حالة من الطوارئ استعدادا لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية. موقف رائع جدا، بتبقى حاجة حلوة جدا وانت داخل على مطار القاهرة أو أي مطار مصري، شايفة التميمة وشايفة الأجواء بتاعت كأس الأمم من مجرد ما انت نزلتي مصر. حلو جدا الشغل يكون معمول مخصوص للحدث، مخصوص علشان المشجع اللي جاي للبلد يحس ان في استقبال ليه هو تحديدا، مش جاي مجرد ان هو زائر جاي يزور مصر، هو جاي علشان حدث معين. فبالتالي لما يكون توت في استقباله على طول كده في المطار، مطار طبعا القاهرة الدولي، اكيد حاجة عظيمة جدا بتقدمها وزارة الطيران المصرية.